يارا، نحن نتحدث عن عمليات قصف وعمليات توغل توسعية في منطقة شمال قطاع غزة، تحديدا في منطقة مشروع بيت لاهيا. هذه المنطقة التي ربما تركها الاحتلال للمرحلة الأخيرة، كونها الأكثر اكتظاظا والأكثر ازدحاما بالسكان والمدنيين، والتي توجد فيها مستشفى كمال عدوان، وهو المستشفى الوحيد الذي ما زال يقدم الخدمة الصحية والطبية للمواطنين الذين يتعرضون لعمليات القصف وعمليات الإبادة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. شمال قطاع غزة كان منذ ساعات المساء بالأمس حتى هذه اللحظة عبارة عن كرة ملتهبة، وما زالت مشتعلة جراء عمليات القصف التي طالت المناطق الغربية لشمال قطاع غزة، تحديدا في محيط حي الصفاوي وشارع أحمد ياسين، بالإضافة إلى منطقة جبالية البلد التي شهدت قبل قليل عمليات قصف مدفعي على تجمعات للمواطنين، وأدى ذلك إلى وجود عدد كبير من الإصابات. تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف والطوارئ إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة. نتحدث عن عمليات قصف مدفعي على مخيم جبالية ما زال متواصلا حتى هذه اللحظة، لكن الجدير ذكره أن عمليات القصف تزامنت مع عمليات نزوح كبيرة وواسعة للمواطنين من مناطق شمال قطاع غزة، وتحديدا منطقة مشروع بيت لاهيا، باتجاه الحاجز الأمني الذي فرضه الاحتلال على المواطنين قرب مستشفى الأندونيسي، مرورا بشارع صلاح الدين الذي بات يعد المفرش الوحيد للمواطنين، والذين لا يعرفون إلى أين يتجهون وكيف سيدبرون أمورهم في ظل عمليات النزوح المتكدسة والتي باتت تتجه إلى مدينة غزة. بالعودة إلى طبيعة الأوضاع في منطقة مشروع بيت لاهيا ومستشفى كمال عدنان على وجه الخصوص، قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت هذه المستشفى منذ ساعات الليل، ولكن مع ساعات الصباح الأولى قامت بمحاصرتها والتقدم باتجاه البوابات الرئيسية، سواء البوابة الشمالية أو حتى البوابة الغربية لمستشفى كمال عدنان، وقامت بالدخول إلى ساحة المستشفى، وبالتالي قامت بعملية اعتقال لبعض النازحين الذين ما زالوا متواجدين في داخل هذه المستشفى، منهم من كان من النساء، من الأطفال، من الشبان. البعض منهم تم اعتقاله، والبعض الآخر تم إجباره على الخروج من مناطق شمال قطاع غزة باتجاه مدينة غزة. نحن نتحدث عن عمليات قصف أيضا من قبل الطائرات الحربية في المنطقة الشرقية لجبالية، تحديدا محيط منطقة تل الزعتر، هذه المنطقة التي ما زالت أيضا. نعم، اليوم اقتحام لمستشفى كمال عدوان، أيضا كان بالأمس لمستشفى العودة. لو نتحدث عن القطاع الصحي أو المستشفيات التي باتت قادرة على تقديم خدمات للمصابين بأعدادهم الكبيرة في شمال غزة بالعموم بعد كل هذه الاستهدافات. يعني دعيني أقول أن للأسف شمال قطاع غزة أصبح بلا إسعافات، بلا مستشفيات، بلا عمليات إنقاذ، سواء من الدفاع المدني أو حتى الخدمات الطبية. الاحتلال الإسرائيلي منذ 48 ساعة طالب هذه الطواقم بإخلاء منطقة شمال قطاع غزة والتوجه إلى الحاجز الأمني الذي وضعه قرب مستشفى الأندونيسي، والذي يتم من خلاله تفتيش المواطنين وتحقيق معهم واستخدام وسائل العنف والتعذيب في تلك المنطقة. وبالتالي نحن نتحدث عن عملية استهداف في ظل غياب تام للمنظومة الصحية والإسعافية للمواطنين. شهدنا بالأمس وحتى هذه اللحظة عمليات قصف، سواء المجزرة الكبيرة التي وقعت في منطقة مخيم جبالية تحديدا في شارع الهوجة، والتي راح ضحيتها 150 شهيد وجريح ومفقود في هذه المنطقة. للأسف لم نجد الإسعافات قد توجهت إلى هذه المنطقة، أو حتى هناك طواقم دفاع مدني يمكن أن تنقذ المواطنين. الدفاع المدني عندما طالبه الاحتلال الإسرائيلي بالتوجه إلى منطقة مدينة غزة والدخول عبر الحاجز، تم استهدافهم في منتصف الطريق وهم يسيرون مشيا على الأقدام. نتحدث على طبيعة الأوضاع فيما يتعلق بالطواقم الصحية أو طواقم الإسعاف التابعة لوزارة الصحة في مستشفى كمال عدوان، أيضا تم تهديدها بشكل مباشر أن أي عملية إسعاف لأي مواطن مدني في شمال قطاع غزة سيتم استهداف هذه المركبات. وبالتالي هذا يعني أن الاحتلال يريد أن يخرج هذه المستشفيات وهذه الطواقم عن الخدمة، وهذا بالفعل ما حدث صباح هذا اليوم، عندما قام الاحتلال أيضا باستهداف منزلين لعائلة أبو صمرة ولعائلة أبو زعيتر في منطقة بيت لاهيا، وراح ضحية هذه الاستهدافات يعني أكثر من 25 شهيدا على الأقل، وعدد كبير من الإصابات من المنازل المجاورة، بالإضافة إلى حالة الدمار الواسعة التي خلفها هذا الاستهداف. وبالتالي هذا يعني أنه لا يوجد أي عملية إسعافية للمواطنين، وبالتالي يعني ذلك انهيار تام للمنظومة الصحية وعدم عدم تقديم أي خدمة صحية أو إسعافية للمواطنين. وبالتالي من يصاب في شمال قطاع غزة في هذه الأوقات تلقائيا يرتقي شهيدا، وذلك ناتج عن نقص اولا خروج المستشفيات على الخدمه، نقص الوقود التي تشغل عمل المستشفيات، عدم توفر
أو عدم مقدرة الطواقم على العمل في ظل التهديد الإسرائيلي الخطير لهذه المركبات الإسعافية، رغم أنها محمية من القانون الدولي الإنساني، ومن المفترض أن يكون هناك سياج يعني يحمي هذه المركبات وهذه الطواقم وهذه المستشفيات. كانت هناك تصريحات بالأمس للدكتور حسام أبو صفية، قال نحن تفاجأنا وصدمنا، بدلا من توفير الإمدادات الطبية لدينا مع خدوم هذا الوفد الأممي إلى مستشفى كمال عدوان، تم إدخال علينا الدبابات ومحاصرتنا وإطلاق النار علينا استهداف مبنى المستشفى. ومن ضمن الأقسام التي تضررت في هذه المستشفى هي قسم العناية المركزة التي يوجد بداخلها عدد كبير من الأطفال هم بحاجة للعناية الطبية، ولكن للأسف الأوضاع كارثية جدا، وأصبح شمال قطاع غزة بلا أي خدمة إسعافية أو ضحية.